مرحبا بكم متابعي ومشاهدي جاي سعد بير، اهلا وسهلا بكم في هذا اللايف الجديد. احنا الان مدينه فاس العاصمه العلميه، جينا نقول لكم موضوع جديد. اليوم حريق مهول يلتهم قصيص مفتوح والوقايه المدنيه تحاول السيطره على النار. اجيو تشوفوا الاجواء وناخذوا بعض التصاريح من بعض المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، حاول تحكي لنا شنو وقع. اولا وقبل كل شيء استاذ، كنتمناو من الله الصبر لاسر الضحايا لهذه الفاجعه هذه اللي كنتواجدوا دابا قرب هذا المبنى التجاري. ماشي هو مركب كبير، غير هو اصلا ما بينه وبين هذه الفاجعه وقعت مع مور العصر. مازال دابا ما عرفوش الاسباب ديال الشعال النار، وراه فيها بزاف ديال الضحايا، وكنتمنوا من الله الصبر دائما للاسر ديال الضحايا. ودابا كما كتشوفوا هاد الشباب راهم دايرين مجهودات، راهم مطوعين كيطوعوا باش كيعاونوا رجال الوقايه المدنيه، مشكورين حتى هما دايرين مجهودات. ورجال الامن هذا كنتواجدوا دابا من اتجاه ديال الدار ديال المركب التجاري اللي كيتواجد في المدخل ديال المدينه العتيقه ديال فاس، المدينه القديمه، واحد من سبعة المداخل ديال المدينه العتيقه ديال فاس. الاسم ديالو هو باب الفتوح، وهذا المركب راه غني على التعريف وقديم بزاف، وما عمر هادشي وقع هنايا. مازال دابا ما عرفوش الاسباب، وكنتمناو من الله يغلبوا على هاد النار هادي اللي طالعه. وكما كتشوفوا هذا الدخان راه كثيف كيتصاعد من المبنى، وكنتمناو من الله بالرحمه الموتى ديال الفاجعه، وبالشفاء العاجل للضحايا ديال هاد الكارثه هادي اللي جاي دابا كما كتشوفوا داخلين على ابواب عيد الاضحى. كنتمناو لهم الشفاء العاجل. خويا شنو زعما شنو الاسباب ديال الشعال اللي راه المبنى؟ مازال دابا استاذ راه بزاف القنوات جاو لهنا ومازال ما عرفوش الاسباب، لحقاش الناس اللي كانوا لداخل راه ما كاين حتى شي واحد منهم هنا على برا، راه الاسر ديالهم هي اللي على برا، كلهم طلعوا لهم مستعجلات. والضحايا اللي توفاوا استاذ شي خمسه ولا بحال هكا، ما قابش المعلومات كامله. سمعنا كاين ضحايا في المشاريع يعني راه مازال دابا لحد الان مازال شي ضحايا راهم الداخل، مازال ما غلبوش على كما كتشوفوا دابا راه الدخان كيتصاعد بزاف. كما كتشوفوا دابا راه مازال ما غلبوش على النار، لحقاش هذا المركب هذا فيه بزاف ديال المواد اللي كتتفاعل مع النار، مواد بلاستيكيه بزاف، مواد القطن. ولا مازال هذا الشيء صعيب، لحقاش كتكون كاين قنينات غاز لداخل، وكاين مواد كتفاعل مع النار، مواد بلاستيكيه بزاف، وكاين مواد القطن، مواد باش كيصنعوا الملابس، ومواد باش كيعمروا الفراش ديال الاثاث، هذه كلها كتفاعل مع النار. ومازال دابا كما كتشوفوا هما مازال ما غلبوش على الوضع. يعني المنطقه من هنا انا ابن فاس، انا كندير مرشد هنا في المدينه العتيقه ديال فاس القديمه، ومعروف بزاف مرشد بدون رخصه. وكنتمنى من الله ما هاد المسؤولين غير شي رخصه بسيطه الا جات مخاطرهم. انا ماشي عشت من البدايه ولا جيت. انا كنت قلتي مرشد سياحي يعني كنت وسط المدينه. لا كنت انا عاد طالع دابا عاد ساليت من العمل ديالي مع واحد الناس، ساليتهم في المدينه العتيقه لداخل، وطالع وكيبان لي الدخان كيتصاعد. جيت لهنا كانت الواقعه وقعت تقريبا بنصف ساعه، ودابا راه تقريبا هذه خمس ساعات باش وقع باش بدات الشعال النار هنا. وراه بزاف نقلوا ديال الضحايا، وراه مازال ضحايا بزاف، راه مازالين في قلب المبنى ومازال ما غلبوش ما سيطروش على الوضع. كما كتشوفوا هو الكاميرا هنا، كما كتشوفوا بزاف ديال السيارات من هنا. هذا هو الدار ديال المركب التجاري اللي كيتواجد في المدخل ديال الباب مفتوح، والاتجاه الاخر هو الباب الرئيسيه ديالو. مرحبا. شفنا كثير من هاد الشحنات المدنيه، لحقاش الوضع غيسيطروا عليه. اطلبوا من الله، لحقاش هاد المواد بزاف صعيبه، والماء هنا قليل كما كتشوفوا. هاد الاماكن اللي فيهم المياه اللي كيجبدوا منهم المياه راه صعيبه،
راه بزاف هنا ديال كما كنشوفوا السيارات ديال الوقايه المدنيه هما من هنا كاينين شي حاجه قليله، من الباب الاخر راهم كاينين بزاف. وكنتمناو من الله يستر على هذا الوضع هذا، وهاد الكارثه هذه راه كضر القلوب. حنا راه حنا غير مسلمين ومغاربه، والله يرحم الموتى ديال هاد الكارثه هاد الفاجعه، والله يشافي مرضانا. عزيز وغالي مرحبا، عزيز وغالي استاذ مرحبا به. كل البارح نعطيك النميره وبغات مرحبا ان شاء الله خويا مرحبا ان شاء الله. صراحة الوقاية المدنية تدير واحد المجهود كبير بالنسبة لهذا الوضع هذا اللي عاشو مدينة فاس، تنتمناو يسيطروا على الوضع، منهم شباب كيتعاونوا مع رجال الوقاية المدنية كذلك. كنت هنايا نعم. قال لك شي بلون بيجا كيريقل هنايا تيديك عند الناس، عند واحد الدكتور الاسنان تما جا خلى شي سينكوي وقعد تمايا تي بقى بشويه بشويه بشويه، وحتى اللي كيدير فق بدا بنادم كيتحرق شدات داك الشيء في حوايج بدا بنادم كيتحرق. واخا شكرا. دينا بعض المعطيات مع هاد الشباب تبارك الله اللي لقيناهم تيعاونوا رجال الوقايه المدنيه. لحد الان على التداول ديال بعض الشباب والمواطنين ما كاينش شي حاجه صحيحه اللي خصوص هاد النيران اللي وقعت هنايا، ما كاينش اللي كيعطي شي معطى صحيح سبب الاشتعال النيران في هاد المحلات التجاريه اللي كاين هنا. لا ما تهضرش لا
حاولنا نحكيو بعض المواقف مع الشباب في الطلاب في مدينه فاس، وحاول تحكي لنا الواقع اللي وقعت. ويا ما نكذبش عليك، يلاه كنا خدامين انت سمعنا هذا الشيء هذا اللي خويا، يلاه كنا خدامين تسمعنا هذه الواقعه اللي وقعت. صراحه الله ماتوا بزاف ديال الناس عزوا علينا، واخويا اش نقول لك، نتمنوا من الله الشفاء العاجل لهاد الناس اللي باقيين هنايا. وهذا ما شو سمعتي زعما المعطيات ديال سبب الشعار ديال هذا؟ ما سمعت والو، قال لك راه انا العافيه العافيه حتى صافي، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي عارفين خويا. راه حيد الفيديو كذلك مجهودات جبارة من طرف رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن والسلطات المحلية، تشكرهم على هذه المجهودات الصراحة. نتمنوا من رجال الوقاية المدنية يسيطروا على الوضع، وإن شاء الله ننهي هذا البث المباشر إلى مباشر آخر إن شاء الله. السلام عليكم.